ما فيش انبساط يعني، زي مين قال لك تسكن في حارتنا كده، عمل طابع بهجة معاك. شوية، فعايزين ان احنا نقول لكم حاجة برضو فيها روح منعشة يعني. ايه رأيكم؟ على فكرة في حد طلب كتير قوي اغنية بودعك، واحنا بنعشق الاغنية دي، واصلا اللي عزفها في الحقيقة كان ماجد، يعني السولو التسجيل الاصلي للغنوة والحفلات اللي عملتها وردة كانت ماجد اللي بيعزفها معاها، واحنا غنيناها قبل كده في حفله خاصه، لكن احنا طبعا استاذ ماجد، انا شايفاها كتير وانا بحبها، وحضرتك من المره اللي فاتت طلبتها، فنوعدك ان احنا هنجهزها وهنقولها مره تانية ان شاء الله، وعد يعني، احنا بنحبها جدا.